ليلى 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 ليلى. ناطرة بكير صبحيات حتى يجي محبوب هالأسمار، تسأل جنود القافل بنظرات وينو حبيبي وين يا عسكر. ليلى 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 ليلى. والقافلة مرت على دفعات، منها قسم قدم قسم أخر، والقافلة مرت على دفعات، منها قسم قدم قسم أخر. قلب الصبي يزيد بالنبضات، وبألف كلمة آه تتحسر. ليلى 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 ليلى. صاحت بصوت يا سامع الدعوات، بدي حبيبي يشوف مش أكتر. صاحت بصوت يا سامع الدعوات، ليلى 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 ليلى. شاف الصبي الحبها بالذات، هي بذات التوب هالأصفر. شاف الصبي الحبها بالذات، هي بذات التوب هالأصفر. وقف وضمه وجمدة البسمات، نسمات حملت شعر الأشقر. ليلى 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 ليلى. ضم الصبي وزادها قبلات، وترقرق وأطيب من السكر. ضم الصبي وزادها قبلات، وترقرق وأطيب من السكر. أهل الهوى في عندهم لغات، صعب بغير الحب تتفسر. ليلى 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 ليلى. قالت حبيبي ودبلت الوجنات، خدني معك ما بريد تصبر. قالت حبيبي ودبلت الوجنات، خدني معك ما بريد تصبر. بالجيش لو بيطوعوا بنياتك، انت اول بنت تحضر. ليلى ليلى. في اغنية قديمة للفنان علي جعفر، ممكن تسمعنا اياها حضرتك بصوتك؟ نعم، والف تحية علي جعفر المطرب اللي كان صوته كتير كتير عزيز علي وبحبه. صوته الجبل الفج القوي، كان من الجيل يعني القديم، بس كان يعني له وزنه، وانا كتير بحبه للمطرب، بوجه له الف تحية. الله يقدم له الصحة والعافية، هيك مرق بوعك الصحي، ان شاء الله الله يشفيه يا رب. أغنية بتقول: يا تراب أرزتنا، يا سر بسمتنا، أنت الأمل والنور، نفديك لو متنا. هلأ أستاذ علي جعفر قالها بلونين، يعني عطاها ميزة لكتر ما حلوة هالغنية، بس رح سمعكم أول لون اللي انطلق فيها، يعني أول وحدة غنيها. لا 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 لا
لاي 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 يا تراب أرزتنا يا سر بسمتنا أنت الأمل والنور أنت الأمل والنور نفديك لو متنا يا تراب أرزتنا لاي 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 علينا الزمن لو جار ونحارنا بالنار علينا الزمن لو جار ونحارنا بالنار ما منترك والله الدار والأم ربتنا يا تراب أرزتنا يا تراب أرزتنا يا سر بسمتنا يا تراب أرزتنا يا سر بسمتنا أنت الأمل والنور أنت الأمل والنور نفديك لو متنا يا تراب أرزتنا. شكرا شكرا. يسلم هالصوت. شو تطمح لتعمل شيء بالمستقبل دكتور؟ حب كل الناس تسمع صوتي تنبسط فيه وتفرح من بعد هالحروبات والمآسي والمعاناة اللي عانتها الناس. يعني إن شاء الله يا ربك يا عم السلام، لأنه الحرب ما جابت إلا الويلات والقهر والمعاناة والتشرد، وإن شاء الله يا رب هيك الله يهونها ويا عم السلام بكل أرجاء الوطن العربي، لأنه كفينا نزف. ويعني وساعتها إذا كان في مثلا راحة بال بتلاقي مش جمهور، 200 جمهور بيحضر إذا في حال مثلا عجبهم صوت فنان أو صوت هيك يعني قريب للسمع. والله يوفق كل المطربين إن كان سوريين أو لبنانيين أو أي مطرب بيغني من قلبه وبيعطي وبيفرح الناس. فيك تسمعنا أغنية تكون خاصة إلك؟ من طبعا، بس بدي ما تعطوها لحدا. حقوق الطبع محفوظة طبعا. الله أكبر. عدوان عدوان وشوف يا ما كتار هموم. من عمري 7 سنين وقلبي مهموم يا ويلي. عدوان عدوان وشوف يا ما كتار هموم. من عمري 7 سنين وقلبي مهموم يا ويلي. راحوا ويلي راحوا بعد ما ردون حبابي. راحوا ويلي ويلي راحوا بعد ما ردون حبابي. لا 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 لا. لرشاد بجينا حطر لديار بعيدة. أمشي هواج الخيل قلبي التنهيدة يا ويلي. لرشاد بجينا حطر
طير لديار بعيدة، أمشي هواج الخيل قلبي التنهيدة. يا ويلي راحوا، ويلي راحوا بعد ما ردون حبابي، راحوا ويلي ويلي راحوا بعد ما ردون حبابي. لا 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 لا. نشيتك صغيرون ليش انكرتني، تكسر جناحي ليش يالما ردتني. يا ويلي ربيتك صغيرون ليش انكرتني، تكسر جناحي ليش يالما ردتني. يا ويلي بين الجروح والماي بطة وصيدتني، تكسر جناحي ليش يالما ردتني. يا ويلي بين الجرود والماي بطة وصيدتني، تكسر جناحي ليش يالما ردتني. يا ويلي راحوا. فعلا وابدع بالشعر وبالغنى ما شاء الله عنك. شو بتحب تقول للاشخاص اللي كانوا خير معين لك واللي شجعوك بمسيرتك الفنيه؟ شو بتحب تقول للمغتربين العرب وللناس اللي عم يحضرونا هلا؟ يعني بصراحه هلا انا عم غني الاغنيه شحرقت، بس هي هيدي مش شحروقه، يعني شحروقه غصه. صدقيني هاي الأغنية بس غنيها إلها عندي يعني إلها مفعول نووي. نعم. شو بتذكرك؟ بتذكرني ببداية هيك المراهقة، وهيك كنت أحلم وحب مثلا إنه إذا طلع عبالي شيء هيك ردد وهيك. هلا هذا يعني طبعا هذا المخزون مش إنه وليد الساعة، إنه تراكمات بعد في كتير عندي. يمكن هلا الوقت منه متسع لحتى نقول كل شيء، او بتمنى انه ان شاء الله بيصير في يعني لقاءات وان شاء الله بيصير في حفلات، وبتكونوا انتم كمان بالصف الاول وبتفرحوا بشيء بدي يعني انا غنيه وبدي ادي يعني من قلبي. بحب فرح كل واحد هيك عم يسمعني. بس في اوقات مثلا مثل ما قلت لك ظروف البلد وظروف يعني خلت الفرح هيك عم يتباعد. نحن لا بدنا نجيبه اذا الله راد، جنوا نطوا يعني. شو بتحب تسمعنا للفنان وديع الصافي؟ عراسي وعيني، الله يرحم روحه، استاذ الكبير يعني فعلا جبل، جبل صافي مش وديع الصافي، جبل الصافي كان جبل لبناني يمكن على امتداد الوطن العربي ما في له يعني مثيل. طبعا مع احترامي لكل اللي بيغنوا هيك، بس الواحد يحكي ما شاء الله عنه يعني، والله يرحم روحه. وبحب غني له ويلي لو يدرون يابا، ويلي لو يدرون من قلبي بهواك لكن أهلي ما يرضون. ويلي أهلي ما يرضون، ويلي 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 لو يدرون قصدن تجوز بن عمي وبعد عن دربك. ابن عم قلبي ما يريده انت اللي بحبك. قصدن تجوز بن عمي وبعد عن دربك.
ابن عمي قلبي ما يريده، انت اللي بحبك لتهدي يا دمعة عيني، لتنامي يا جفون اهلي، اهلي ما يرضون ولي ويلي ويلي لو يدرون، ويلي لو يدرون يابا، ويلي لو يدرون، ويلي لو يدرون من قلبي بهواك، لكن أهلي ما يرضون ويلي، أهلي ما يرضون ولي ويلي، ويلي لو يدرون. وحياتك وحياة دموعي مرضى بدالك، ما بخونك لو قص عناقي بس طول بالك، وحياتك وحياة دموعي مرضى بدالك، ما بخونك لو قص عناقي بس طول بالك، لا تهدي يا دمعة عيني، لا تنامي يا جفون أهلي، أهلي ما يرضون يا أكرم، ويلي لو يدرون. شكرا. شكرا لك، يسلم تمك. وبالنهاية بنتشكر لحضرتك الفنان فادي نصر الله، وبنشكرك كثير على الاستضافة الحلوة. كنا معكم أليسار وضحى من راديو صوت المغتربين العرب بعلبك، وبنتشكر الأستاذ أكرم طبعا. أهلا وسهلا فيك. شكرا. طبعا أنا بوجه تحية عطرة مسائية حلوة من نسمات بعلبك لإلكم، وطبعا لخينا أكرم اللي هو يعني أستاذنا وحبيبنا، وتحية لصوت المغتربين العرب، وتحية لكل العرب، وإن شاء الله بيكون صوتنا بيوصل لكل الأقطار العربية وبينبسطوا وبيفرحوا، وإن شاء الله يا رب بعم السلام قريب، ويصير فينا على القليل نروح ونجي ونغني وهيك وننبسط إن شاء الله. أهلا وسهلا فيكم وشرفتوا. أهلا فيك، شكرا لك. يسعد مساكم من جديد، بدي احييكم. اكيد حبيت انه احكي بس كلمه عن الفنان فادي نصر الله، انه كانوا معه معي زملائي ضحى واليسار، كانوا عملوا مقابله وكفوا ووفوا. بحب اسمع انا منك شيء للمغتربين العرب، غنيه تبذلون رساله فيها، شو تحب تسمعني؟ يا مهاجرين ارجعوا، يا مهاجرين ارجعوا، لغالي لبنان الوطن والله غالي، لبنان لبنان حلوة معول عيشي طبيعي، لبنان حلوة معول عيشي طبيعي، لعنا هالربابي والله لعنا، يا لعنا ورد وزهور ومفتح لعنا، لو اني عارفك لو اني عارفك يا استاذي يا اكرم قاصدنا وجاي مع الصبايا، لعنا زرعنا الدرب هلا ومرحبا. الله الله. بدي اشكرك انا اساس فادي عن جد، كفيت ووفيت، بتمنى لك النجاح الدائم وان شاء الله بتوصل لهدفك اللي بدك اياه، واكيد في ملايين حيسمعوك ان شاء الله. وكل العرب شو الرساله؟ هدف فنان من لبنان، بيستاهل انه يكون فنان، يكون مشهور، يكون معروف، لانه بيعطي فن من قلبه، بحب وطنه، بحب كل العرب. تصبح على خير، اللقاء بفنان قادم. باي باي، شكرا. باي.